أهلا بحضراتكم في غرفة أخبار أونلايف، وهذا موجز لأهم الأخبار. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الدور الذي تقوم به الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن مصالح الوطن في الخارج، مشددا خلال اجتماعه مع مجموعة من المرشحين للعمل كسفراء لمصر في الخارج على أهمية استمرار العمل على تطوير العلاقات المتوازنة التي تجمع بين مصر ومختلف دول العالم، كما أكد على ضرورة مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لحشد جهود لمواجهة ظاهرة الإرهاب على المستويات كافة. استعرض رئيس الوزراء شريف إسماعيل خلال اجتماعه بوزير النقل ورئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية ورئيس شركة فوسفات مصر، استعرض المقترحات الخاصة بإعادة تطوير خط السكة الحديد أبو طرطور سفاجة، كما بحث الاجتماع إمكانية دراسة ربط خط السكة الحديد أبو طرطور سفاجة بالخطوط الأخرى ضمن الشبكة المحلية لنقل الركاب والبضائع. أعلن المتحدث العسكري عن مقتل إرهابيين اثنين خلال عمليات للجيش الثالث الميداني بوسط سيناء، وأضاف المتحدث أنه تم تدمير سيارتي دفع رباعي ودراجتين ناريتين خاصة بالعناصر الإرهابية، فضلا عن القبض على شخصين آخرين أحدهما بحوزته مبالغ مالية كانت في طريقها لدعم العناصر التكفيرية. أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية الهجوم الإرهابي الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي مستهدفا السفارة العراقية في وسط العاصمة الأفغانية كابول، وأكدت مصر على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب العراق في مواجهة الإرهاب، مشيرة إلى أن الهجوم يأتي في أعقاب الانتصارات الناجحة التي حققها الأشقاء بالعراق في مواجهة التنظيم الإرهابي. كان مقر السفارة العراقية في العاصمة الأفغانية كابول كان قد تعرض اليوم الاثنين لهجوم استمر نحو 4 ساعات نفذه 4 مسلحين قتلوا جميعا بنيران القوات الأفغانية، وقد تبنى الهجوم تنظيم داعش الإرهابية. دائما مستمرون مع حضراتكم على أونلاين.